خلينا نفهم مزيد حول جهود هذه اللجنة الطبية من خلال انضمام الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا. صباح الخير على حضرتك دكتور أشرف. صباح الخير على حضرتك أستاذ باسم وعلى سارة وعلى جميع المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. اللجنة الطبية العليا في مجلس الوزراء، احنا بنتحدث عن لجنة مهمة جدا دورها ان هي تتلقى الشكاوى وتتلقى طلبات الإغاثة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، اي حال عندها شكوى فيما يتعلق بالقطاع الصحي في مصر، وبتعمل على حل هذه الشكاوى. الأرقام نفسها بتتحدث يا دكتور أشرف عن مدى أهمية هذه اللجنة اللي في شهر واحد فقط اللي هو شهر فبراير استجابت لقرابة 1000 استغاثة وشكوى، هنقول الأرقام بالتقريب لتسهيل، إصدار 250 قرار علاج على نفقة الدولة، 35 قرار بزراعة النخاع، بنتحدث عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لقرابة 65 حالة، الكشف على أكثر من 9500 مواطن مصري بالقوافل الطبية المختلفة. لو تحدثنا عن أهمية دور هذه اللجنة إذا سمحت يا دكتور أشرف. طبعا بيهمنا أن احنا نفهم رئاسة مجلس الوزراء بتهتم بالحالات العاجلة وفعلا بتقوم بالاستجابة للاستغاثات، ده غير النشاطات طبعا اللي بتقوم بها وزارة الصحة من خلال تعاملها اليومي مع الحالات اللي ابتدت بيها من خلال المستشفيات العادية. الاستغاثات دي تم فعلا باتفاق على علاج المواطنين اللي فعلا تقدموا بهذه الاستغاثات، وقامت اللجنة الحقيقة بالاستجابة السريعة وعمل كل ما يلزم من هذه الحالات من خلال التواصل مع هذه اللجنة، وتم فعلا عمل مجموعة من الإجراءات السريعة واللي كانت بتاخد وقت في عمل الترتيبات للقيام بها، وإن كانت حتى بعضها معقد زي مثلا زراعة الأعضاء وعمليات الجمع نعرف وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وعمل العمليات العاجلة وإصدار القرارات حتى لعلاج المواطنين، وده علشان فعلا يتم عمل هذه الإجراءات من غير ما يكون أصحابها فعلا في قوائم الانتظار العادية اللي ممكن إنهم تعطلهم أو تخلي هذه الاستغاثات لا تتم كما ينبغي. فعلا دكتور تسهيلات كلها كبيرة ومهمة جدا وإنجاز كبير للجنة الطبية العليا، لكن عايزين نعرف وراء المجهود الكبير ده أكيد في زي خلية نحل كده، عايزين نعرف طبيعة عمل بقى اللجنة دي. طبيعة عمل هي الاستجابة للاستغاثات، يعني أي حد حاسس إن هو حالته متقدمة ويحتاج فعلا إلى التدخل الطبي السريع بتقوم فعلا اللجنة بدراسة حالته وعمل الإجراءات والموافقات في التو واللحظة علشان ما يتعطلش وبالتالي ما يحصلش أي تعطيل للحالة، وفعلا نقدر إن احنا نمنع حدوث أي مضاعفات أو أي يعني عواقب غير جيدة إذا لم تتم عمل هذه الاستغاثات في التو واللحظة. نعم، يعني دور مهم جدا لكل من لم يستطيع الحصول على الخدمة اللي هو محتاجها أو في مشكلة أو قصور ما من خلال الطرق العادية، هناك إذن اللجنة الطبية العليا التابعة لمجلس الوزراء كي يتقدم بها إليها بالشكوى أو بالاستغاثة وهي بتعمل على حل المشكلة بإذن الله. كل شكر لحضرتك الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا.